السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج في المنتصف. ما تزال تتوالى ردود الأفعال الداخلية والخارجية على خطاب زعيم ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دجلو حميدتي، الذي أكد خلاله أن الحرب السودانية تدخل مرحلة جديدة متوعدا بحشد مليون مقاتل، كما وجه اتهامات لأطراف خارجية بالتدخل في الحرب السودانية. وقال وزير المالية السوداني رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم: قد لا يدري قائد الميليشيا محمد حمدان دجلو أنه بخطابه الحزين نعى عمليا من حيث يدري أو لا يدري مغامرته لحكم السودان، وأعلن هزيمة قواته وتبرأ من جرائمهم النكراء التي أفقدته كل شيء، ولكن بعد أن تلبسته من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. وكشفت مصادر صحفية أن القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلحة المتحالفة مع الجيش حققت تقدما كبيرا على قوات الدعم السريع في محور الصحراء بالقرب من مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور. مشاهدينا الكرام، حول التطورات أرحب بضيف ينضم إلينا عبر سكايب بالسيد إبراهيم عربي الكاتب الصحفي السوداني. سيد إبراهيم، تحية لك. عليك السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا بك أستاذ إبراهيم. أبدأ معك بهذا الخطاب لحميدتي الذي أثار جدلا واسعا، اتهم فيه مصر بقصف قواته في جبل مويا، وكذلك توعد فيه بحشد مليون مقاتل. لو نقف عند هذه النقطة، نقطة التوعد والوعيد من قبل حميدتي، كيف تفسرها اليوم؟ والله أنا أفتكر بأنه الاتهام هو باطل، ما في محل حاجة كده، يعني نحن حق نفند الاتهامات دي لكن وقت ما وقته، لكن كل الاتهامات باطلة، ما أعتقد أنه يكون فيها جزء من الصحة. فالجيش السوداني يقاتل، ظل يقاتل لوحده، وتم استنفار الشعب، والشعب الآن يقاتل ويقاتل من أجل قضية معروفة للناس، إما قصة بأنه هو الآن يحشد 100 مليون مقاتل. دي أول حاجة، يعني أكبر حشد حصل للدعم السريع او لميليشيات الدعم السريع خلال الفتره اللي فاتت، برغم بانه معظم القبائل الاركان تشجع الدعم السريع، يعني استنفرت قواها وما تجاوزت حوالي 300 ل 400 الف مقاتل، ومعده باعداد قوي جدا، ونحن قبل كده ذكرناه قلنا عندهم حوالي 10,000 عربيه او عربيه قتاليه، وزادت بعد ذاك الاسلحه والعتاد. وفي قمه الفترات اللي فاتت كان العتاد كان متواصل، ما قدر يهزم الجيش، في حين ان الجيش كان يعني عدده كان قليل جدا وكان موجود وكان بيرتب في توفيق اوضاعه خلال 18 شهر، والان درب ووصل الاستنفار، الان درب مجموعه من الناس والان حشد قواه وجاته اسلحه طبعا برضه، والجيش له حق طبعا يجيب اسلحه كاي جيش، كجيش يعني امريكي ولا غيره، له طبعا الحق انه يجلب اسلحه للمحافظه على الدوله السودانيه. ولذلك الآن هو أصبح الجيش في كامل أهليته، في كامل عتاده، في كامل قوته الآن، وانطلق وشفنا من 26 سبتمبر الماضي أنه الجيش انطلق، والآن عبر بقد أصبح الآن هو تحول من منطقة بتاعت الدفاع إلى منطقة الهجوم، والآن العمليات العسكرية تمضي. فما أعتقد بأنه الكلام بيقول حميدتي بشكل فرد مسبوح، يعني هو حقيقة أرسل عدة يعني رسائل خاطئة جدا، يعني الرسائل دي يعني أنا أفتكر بأنه هو يعني هو ربما داير يثبت لقواته بأنه هو موجود، خاصة بأنه الناس تكلمت كان عنه حميدتي ما موجود، حميدتي ده ذكاء اصطناعي، حميدتي ما موجود، وللآن الناس عندها شكوك هل هذا حميدتي ولا هذا ذكاء اصطناعي. لكن هو في النهاية الآن أنا أفتكر بأنه هزم نفسه وهزم حتى أنصاره وهزم حتى الناس اللي معاه، يعني حتى إذا جينا قلنا الإدارات الأهلية هي اللي استنفرت الناس، والناس دي كلها جاد والان قاتلت مع الدعم السريع، صحيح كانت مغشوشه بانه كان في جلب في اموال من سكان اليمن والسعوديه واصبحت الحزم وغيره، لكن في النهايه انهزمت اكتشفت الاوضاع كلها واصبح زقهم في الحرب ولقوا نفسهم موجودين في الحرب وكانوا مغصوبين وغصب عنهم، بعد ذاك وعدوا بانه يدفعوا لهم اموال وكذا، وفي النهايه الان ما دفعوا لهم اموال واصبح يطالب بحقوقه. فانا افتكر بانه ده تردي رئيسي للفشل الفات في الفتره الفاتت كلها، وأضاف عليها طبعا الهزائم الكبيرة اللي مريت بها قواته خلال الفترة الفاتت من جبل مويا لدارفور وغيره.